استهداف مكثف للعمق السعودي، عملية سماها الحوثيون توازن الردع السابعة. 10 طائرات مسيرة و6 صواريخ باليستية استهدفت منشآت لشركة أرامكو بالدمام وجدة وجازان ونجران. الحوثيون توعدوا بهجمات أقصى في حال لم تتوقف هجمات التحالف ويفك الحصار عن البلاد. استهداف منشآت تابعة لشركة أرامكو في رأس التنورة بمنطقة الدمام شرقي السعودية ب8 طائرات مسيرة نوع صمات 3 وصاروخ باليستي نوع ذو الفقار. قصف منشآت أرامكو في مناطق جدة وجيزان ونجران ب5 صواريخ باليستية. التحالف بدوره قال إنه تصدى للطائرات المسيرة والصواريخ وأسقط بعضها، معلنا إصابة 2 وتضرر 14 منزلا في الأماكن التي استهدفتها العملية. عملية تمثل ضغطا استثنائيا يسعى الحوثيون من خلاله إلى أكثر من هدف. هذا الاستهداف يأتي كعملية لي ذراع، لأنه لابد أن نربطها بالمعركة الجارية الآن في مأرب، وهي أعتقد المحور الأساسي لكل العمليات الحاصلة. وفي الميدان الداخلي تدور أعنف المعارك بين الحوثيين والقوات الموالية للحكومة، جبهة الكسارة والمشجح غرب مأرب ومديرية رحبة ومراد جنوبا أكثرها اشتعالا. فصل جديد من التصعيد العسكري العنيف في اليمن يفتح أبواب الحرب على مصراعيها ويحكم إغلاق أبواب السلام الموصدة التي تحطمت آمال الحل السياسي على عتباتها. نبيل اليسفي، العربي، صنعاء. يبقى معنا من صنعاء مراسلنا نبيل اليوسفي. نبيل، كما ذكرت في التقرير أكثر من هدف ربما من لهذا التصعيد المكثف للعمق السعودي من طرف الحوثيين، ماذا وراء هذا التصعيد؟ ما هي هذه الأهداف وكيف يمكن أن يعكس هذا أيضا على جبهات القتال المشتعلة أصلا في اليمن؟ نعم جمال، الجماعة أنصار الله حاولت أن ترسل رسالة بعد أن كانت من قبل بحسب إعلام التحالف قد استهدفت بالعديد من الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، ولكن استهداف شركة أرامكو بهذا الكم الكبير من الصواريخ الباليستية وكذلك الطائرات المسيرة والمفخخة أرادت أن تثبت من خلاله بأنها لا زالت قوية في الجو كما هي قوية على الميدان، وتريد بحسب الكثير من المراقبين أن يقلل التحالف أو المملكة العربية السعودية على وجه تحديد من غاراتها المكثفة التي ربما هي السبب الأكبر في الحيلولة دون تقدم جماعة أنصار الله إلى مركز مدينة مأرب النفطية. اليوم أحصت جماعة أنصار الله 18 غارة جوية شنها طيران التحالف خلال الساعات القليلة الماضية على محافظة مأرب، بمقابل كذلك غارة واحدة على مناطق باتجاه نجران على الحدود مع المملكة العربية السعودية. إذن هي تحاول جماعة أنصار الله من خلال ذلك أنها مستعدة كما قال متحدث جماعة أنصار الله محمد عبد السلام، مستعدة للدفاع عن نفسها حتى يتم إيقاف الحرب والعدوان ورفع الحصار على اليمن. في هذه الأثناء المعارك لا زالت تتواصل وهي الأقوى في محافظة مأرب، ومن عدة جبهات جماعة أنصار الله لا زالت تدفع بالتعزيزات تلو التعزيزات للوصول إلى مركز مدينة مأرب النفطية. في المقابل كذلك القوات الموالية لهادي ترسل بتعزيزات كبيرة للحيلولة دون تقدم جماعة أنصار الله، ولم تخرج الاشتباكات على جبهة المشجح ولا الكسارة ولا كذلك باتجاه جبل مراد، لكن كانت منطقة رحبة قد سقطت منذ أشهر بيد القوات المالية للحكومة، لكن جماعة أنصار الله بالأمس استعادتها واليوم أعلنت بأنها قد سيطرت عليها بشكل كامل. إذن المعارك الآن تتواصل من جهات مختلفة وجماعة أنصار الله لا زالت مصرة على الوصول إلى مركز مدينة مأرب النفطية، بالتزامن كذلك مع هذا الاستهداف للمملكة العربية السعودية وعدم قدرة التحالف على التصدي للكثير من الطائرات المسيرة المفخخة والصواريخ الباليستية. بحسب مراقبين هذا يؤكد بأن جماعة أنصار الله أصبحت قوة على الميدان وكذلك قوة في الجو خصوصا مع وصولها إلى أهداف مختلفة في العمق السعودي. شكرا لك نبيل اليوسفي مراسل العربي من صنعاء.